بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. منهم، معنى ذلك أن الرسل كثيرون، وأن الله عز وجل اقتضت رحمته ألا يدع العباد معطلين عن الأمر والنهي، ألا يدع العباد معطلين عن توجيهات الخالق جل وعلا. فربنا عز وجل خالق رحيم، هو نور السماوات والأرض، لذلك خلقها ونورها بكتبه التي أنزلها على أنبيائه المرسلين. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، جاء بالحق من عند الله، عرفنا بحقيقة الكون وحقيقة الدنيا وحقيقة الإنسان، وما مهمة الإنسان في الدنيا، أين كان وإلى أين المصير. لكن لا يكفي، مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ليست فقط مهمة إبلاغية، ليست فقط مهمة علمية، ليست فقط مهمة كلامية، مهمته الكبرى أنه قدوة، يقنعك بلسانه وبأفعاله. لذلك إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وهذه حقيقة مهمة جدا. يعني ما قيمة الدعوة إلى الله إن لم تكن على أساس من التطبيق؟ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام كقدوة حسنة وأسوة حسنة ومثل أعلى لا تقل عن مهمته كمبلغ وكرسول. لذلك جاء في هذه الآية هذا الجمع بينهما، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ويكفينا قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني هذا الذي يقوله عامة الناس، يا أخي أنا ما لي نبي، من قال لك؟ من قال إنك نبي؟ إنك مؤمن، وأنت كمؤمن مأمور بالاستقامة على أمر الله عز وجل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. من حيث الأعمال الصالحة افعل منها ما تطيق، ابذل بقدر استطاعتك، أما من حيث الاستقامة والالتزام لا بد من أن تلتزم أمر الله عز وجل حتى تستحق أن تكون مؤمنا مخاطبا كما خوطب النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يا أيها الإخوة الأكارم، القرآن الكريم يأمرنا أن نأخذ ما آتانا النبي، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن الكريم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن أنت مأمور أن تأخذ بأقواله وأن تتبعه بأفعاله. إذن لا بد من أن تعرف هذا النبي العظيم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ لا بد من أن تعرفه من خلال أقواله ومن خلال أفعاله، كي تأخذ أقواله كأمر ونهي، وكي تأخذ أفعاله كقدوة ومثل أعلى في حياتك. وكل إنسان
له في حياته مثل أعلى، والمؤمن مثله الأعلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان عادة في بذهنه إنسان يعظمه، فإن كان من أهل الدنيا قلده في انغماسه في الدنيا، وإذا كان هذا المثل الأعلى النبي عليه الصلاة والسلام قلده في أفعاله وفي أقواله. النبي عليه الصلاة والسلام كيف يدخل على أهله؟ كيف كان متواضعاً؟ كيف كان حليماً؟ كيف كان عذب الروح؟ كيف يتصاب للصبيان؟ كيف إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً؟ كيف كان يفعل مع أهله، مع إخوانه، مع أصحابه؟ كيف كانت مواعيده؟ كيف كان كلامه؟ كيف كان حياؤه؟ كيف كانت شجاعته؟ يجب أن تقرأ أقوال النبي حتى تأخذ بها كأمر ونهي وكمصدر تشريعي، ويجب أن تأخذ بأفعال النبي حتى تقتدي بها. إذاً ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. هذا القرآن من عند من؟ تنزيل العزيز الرحيم، من عند خالق الكون العزيز. ومعنى العزيز الذي لا ينال جانبه. العزيز في اللغة هو الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء، يحتاجه كل شيء في كل شيء، ويصعب الوصول إليه. العزيز هو الذي لا ينال جانبه، هو الفرد الذي لا ثاني له. العزيز الرحيم، ليس إلا الله عزيزاً وليس إلا الله رحيماً، وهذا الكتاب من عنده. فالعزيز تشير إلى صفة العظمة، والرحمة تشير إلى صفة الكمال. فإذا أردت أن تلخص أسماء الله الحسنى كلها في ثلاث كلمات: الله موجود. إذا أيقنت بوجوده تقول ما صفاته؟ نقول عزيز رحيم. عزيز رحيم يعني قوي لا شريك له، كامل لا ند له، موجود وواحد وكامل. والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. في بعض التفاسير توجيه لطيف جدا لهذه الآية: لتنذر قوما إنذارا كما أنذر آباؤهم. هذه الماء موصولة وليست نافية. لتنذرهم كما أنذر آباؤهم، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم لا يدع عباده من دون إنذار، فعباده يتلقون التوجيهات من الله والإنذارات بشكل مستمر. لتنذر قوما يعني أهل مكة ما أنذر آباؤهم، لتنذرهم إنذارا كالذي أنذر به آباؤهم فهم غافلون. غافلون عن الله عز وجل، غافلون عما ينتظرهم من عقاب أليم، غافلون عما أعد لهم من نعيم مقيم، غافلون عن هذا التشريع العظيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أيها الإخوة، أتمنى على الله جل وعلا أن نفهم هذه الآية فهما دقيقا. لقد حق القول على أكثرهم، أي قول هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى له سنن في الحياة وله قوانين، هذه نواميس الكون، هذه سنن الخلق. مثلا لو أن مادة تقول: إذا انقطع الطالب عن المدرسة أسبوعين يفصل، فإذا سأل مدير المدرسة أحد الموجهين: ائتني بدوام هذا الطالب، فجاءه بغياب 17 يوما، يقول له: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد انطبقت عليه المادة الثانية من النظام الداخلي بوجوب فصله.
معنى حق القول على أكثرهم، يعني هذه السنن التي سنها الله عز وجل، هذه القواعد التي قعدها الله عز وجل، هذه القوانين التي قننها الله عز وجل، هذه المبادئ التي وضعها الله عز وجل، تقتضي بأن من يكذب برسالات الله عز وجل يشقى في الدنيا والآخرة. لقد حق القول على أكثرهم، حقت هذه القاعدة عليهم، انطبقت عليهم. هذا المعنى الذي يفهم من هذه الآية، لا كما يقول بعضهم إن هذا الإنسان خلق كافراً وقد حق القول عليهم أن يكونوا كفاراً. ما معنى إذن إنزال هذا الكتاب؟ ما دام هذا الكافر ما كفر إلا لأن الله قدر عليه الكفر وانتهى الأمر، ما معنى إبلاغه؟ لقد حق القول على أكثرهم، يعني القواعد التي قعدت، القوانين التي قننت، النواميس التي سنت، الثوابت التي ثبتت، هذه انطبقت عليهم. ما هذه الثوابت؟ ما هذه القوانين؟ أن كل من يكذب برسالات الله عز وجل ولا يعبأ بها وينطلق في الحياة وفق شهواته وأهوائه ونزواته سيشقى في الدنيا والآخرة، سيهلك في الدنيا والآخرة. إذن لقد حق القول على أكثرهم، حق القول بأنه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حق القول بأنه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. لو أنك استنبطت القواعد التي قعدها الله في القرآن الكريم لرأيت أنها تنطبق على هؤلاء. لو أن إنساناً ارتكب جريمة بقصد وتصميم وإصرار وسابق تصور وجاء القاضي ليحاكمه فقال له المادة العاشرة من قانون العقوبات تنطبق عليك، إذن لا بد من حكم الإعدام، هكذا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول على أنهم إذا اتبعوا الشهوات لا يؤمنون، إذا انحرفوا عن منهج الله لا يؤمنون، إذا اتبعوا الشهوات ينحازون إلى شهواتهم ويعرضون عن الحق، إذا اتبعوا الشهوات واستمرؤوها يرون الحق ثقيلا عليهم إذا يكفرون به، إذا جعلوا من شهواتهم دليلا على أنهم على حق كانوا في خطأ كبير. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يعني الإنسان طالب غاب ولم يحضر الامتحان، نقول له لقد انطبقت عليك مواد النظام الداخلي وقد اقتضت ترقين قيدك هذا العام، هكذا المعنى. فإما أن تصدق برسالات الله عز وجل فتسعد في الدنيا والآخرة، أما إذا كذبتها فسوف تدفع الثمن باهظا. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، كيف يؤمنون ولم يفكروا في هذا الكون؟ كيف يؤمنون ولم يبحثوا عن منهج الله عز وجل؟ كيف يؤمنون ولم يطبقوا منهج الله عز وجل؟ كيف يؤمنون وجعلوا من شهواتهم آلهة لهم؟ كيف يؤمنون وقد جعلوا من مصالحهم هي التي توجههم إلى مستقبلهم؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. كأن الله جل جلاله في هذه السورة يبين لنا أنك إما أن تستجيب لرسالات الله عز وجل، إنك لمن المرسلين والقرآن الحكيم، وإما أن يحق القول على الإنسان الذي رفض رسالات الله ورفض منهج الله عز وجل وسار في الدنيا وفق أهوائه، لقد حق القول عليه أنه لا يؤمن. الله عز وجل الآن يبين لنا أن هذا الكافر حينما أعرض عن ذكر الله وحينما رفض رسالات الله وحينما رفض منهج الله وحينما انطلق في حياته وفق شهواته وفق نزواته وفق مصالحه، حينما
فعل هذا ما الذي حصل له؟ استحكمت فيه شهواته. الإنسان إما أن يقوده الحق وإما أن تقوده شهواته. قلب الإنسان إما أن يمتلئ حباً لله وإما أن يمتلئ حباً للدنيا، إما أن تكون عبداً لله وإما أن تكون عبداً لشهوة أو لنزوة أو لإنسان لئيم، ما في حالة وسط. فحينما رفض الإنسان الحق قبل الباطل، حينما رفض الإنسان العقل سيرته الشهوة. الآن الله عز وجل يصور لنا حال هذا الكافر الذي أعرض عن الله عز وجل وجعل إلهه هواه وشهوته قائدا له. قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الأغلال وضعت في أيديهم وسحبت أيديهم إلى أعناقهم، وحينما سحبت إلى أعناقهم رفعت رؤوسهم وغضوا أبصارهم. إنسان معطل عن أن يرى أمامه، مقيد عن أن يفعل شيئا. يعني الشهوات كالأغلال، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الشهوة غل قيد. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة الثياب، سعد عبد الله عز وجل. فالشهوات أغلال. الغارقون في الزنا، الغارقون في شرب الخمر، الغارقون في المخدرات، الغارقون في حب المال، الغارقون في حب النساء، هذه الشهوات جعلت منهم عبيداً مقيدين، عبيداً لشهواتهم. إنا جعلنا في أعناقهم، بس جعلنا هذه على رأي علماء التفسير تحصيل حاصل، يعني طبيعة الإنسان إن لم يستنر بنور الله سوف تقوده شهوته، إن لم يمتلئ قلبه حباً لله سيمتلئ شهوة خبيثة. هذا قانون الله عز وجل، هذا من لقد حق القول على أكثرهم. قوانين الله عز وجل، يعني هلأ الوعاء لا بد من أن يكون ممتلئاً، فإذا فرغته من الهواء عندئذ في عنده قابلية سحب أي شيء، فنفسك كالوعاء المفرغ من الهواء، إما أن يمتلئ حقاً وإما أن يمتلئ باطلاً، إما أن يمتلئ قيماً وإما أن يمتلئ شهوات. فلذلك حينما رفض الإنسان الحق ورفض منهج الله ورفض ما عند الله من نعيم مقيم، هذه النفس الفعالة امتلأت شهوات مستعرة. حاله وقد استحكمت به شهوته، حاله وقد جعل إلهه هواه، كإنسان قيدت يداه وربطت إلى عنقه فهو لا يستطيع أن ينظر أمامه ولا أن يفعل شيئا، لا يرى ولا يفعل. الإنسان إدراك وحركة، تعطل إدراكه فالشهوة حجاب، وتعطلت حركته فالشهوة قيد. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مقمح أي رفع رأسه وأغمض عينيه، ورفع الرأس بسبب تقييد يديه إلى عنقه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وصف دقيق، تشبيه تمثيلي لحال الكافر الذي رفض الحق واتبع الباطل، رفض العقل واتبع الشهوة، رفض حب الله عز وجل وأحب الدنيا، رفض أن يكون العقل رائده فجعل الشهوة قائدا له. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سد أمامهم يحول بينهم وبين سعادة الدنيا،
وسد خلفهم يحول بينهم وبين سعادة الآخرة، بالإضافة إلى أنهم مقيدون لا يستطيعون حراكة ولا رؤية، شهوتهم أعمت أبصارهم وقيدت أفعالهم، بالإضافة إلى ذلك جعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً، أراد الدنيا فشقي بها وفاتته الآخرة، ضيع الدنيا والآخرة، سد أمامهم، عاشوا في الدنيا أشقياء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وحينما ردوا إلى الله مولاهم الحق رأوا مصيرهم المحتوم في جهنم وبئس المصير. إذا جعلنا من بين أيديهم سدا، وهذه حقيقة واضحة. اسأل أهل الدنيا، اسأل ملوك المال، اسأل عظماء الدنيا ممن جاءتهم الدنيا من كل جانب، هل أنتم سعداء؟ أنا أقول لكم وأنا متأكد من كلامي أنهم من أشقى الناس، لأن الله عز وجل يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ما عرفوا حقيقة الدنيا، عرفوا ظاهرها، ظنوا أن المال فيها هو كل شيء، أو أن المتعة هي كل شيء، أو أن العلو في الأرض هو كل شيء، أو أن تألق الإنسان في سماء الشهرة هو كل شيء. لماذا ينتحر من بلغ أوج النجاح في حياته؟ لماذا ينتحرون؟ سمعت أنه بالأخبار ملكة حاولت الانتحار 6 مرات، لماذا؟ الإنسان إذا أعرض عن الله عز وجل يصبح شقياً في الدنيا. والحمد لله رب العالمين.